البسبوسه اللي احنا متعودين عليها دايما بتبقى ايه مقاديرها؟ مقادير بالظبط طبعا، 2 كوب سميد ماشي، معاهم علبه زبادي صغيره ماشي. نكتب المقادير زي ما انا بقولها كده، 2 كوب زبيد سميد، عليهم علبه زبادي او كوبايه زبادي، عليهم نص كوبايه سكر، 3/4 كوبايه سمنه بلدي، وبندق محمص وشربات، وهنعمل معاه قشطه بلدي. كل المقادير دي بخلطهم كويس قوي قوي ببعض، وممكن احط عليهم حبه لبن دافي كمان لو عايزين، وزودت النهارده كمان رشه جوزة الطيب. المقادير زي ما انا ما بقولها، 2 كوب سميد، كوبايه زبادي، نص كوبايه سكر، 3/4 كوب سمنه بلدي، وعندنا كمان بندق محمص، شربات، وهنقدم قشطه ورشه جوزة الطيب. السميد اهو، الزبادي، المقادير مش هي دي. طيب يبقى نشيلها بس عشان ما حدش يكتبها غلط. اوكي، ما انا ما لقيتهاش اتشالت عشان كده. رشة جوزة الطيب، اوكي، ونقلب كويس قوي كده اهو. شايفين القوام؟ هحط عليها بس ايه، معلقة لبن، معلقة صغننة قوي من اللبن اهو. كده اهو، ريحتها خطيرة وهي نية، بالكوا بقى لما تستوي. ابتدي افردها كده اهو زي ما انتم شايفين بالراحة جدا، وتبقى كلها نفس اهو. هجيب البندق، البندق يتحمص، يعني انا بجيبه ني وهو يتحمص بقى في الفرن خلاص، وابتدي كده احطه بطريقه منسقه، بحيث ان انا لما اجي اقطع البسبوسه مربعات يبقى كل مربع عليه ايه، بندقيه. فنبقى يعني احنا والسنس بتاعنا كده في الايه، في المساحه اللي بين ما بين كل بندقه وبندقه. بس وندخلها الفرن ماشي. طيب البسبوسه النسخه اهي خلصت، هحط عليها القشطه بتاعتي، قشطه بلدي بتبقى حلوه قوي مع البسبوسه. طبعا البسبوسه وهي سخنه سخنه جدا بنحط عليها الشربات وهو سخن قوي قوي. بعد لما بحط القشطه انا بحب اعمل كده، والشربات لسه سخن كده بقوم عامله كده، اولا بيلمع لي كده القشطه وبيديها طعم ظريف قوي. وبسيبها تهدى 10 دقايق، نحط القشطه كمان وهي والبسبوسه سخنه عشان تسيح كده معايا، وبسيبها تهدى 10 دقايق، وبعد كده ابتدي اقطعها مربعات بقى مثلثات، بس طالما هنا كده بتبقى مربعات احلى. ما ننساش ان انا عملت تركية صغيرة على البسبوسة النهاردة، ان انا حطيت عليها رشة جوزة الطيب خلاص.